ثومه غادي نخليها تشحر. كنخليو داك البصله ديالنا حتى كتولي هكا على هذا الشكل، هذا على هذا الشكل محمره. عاد من بعد غنزيد الكفته. دابا غادي نكمل هذيك الشحار، درت الكفته زدت على هذيك البصله، غادي نشحرها مزيان، نشحرها مزيان ونزيد على هذيك لاصوص الطوماط، ونزيد على عاد شويه ديال الزيتيس تاع طريه. بعد حتى كنبقاو نحمرو فيها حتى كنشوفو هاد الكفته كلها طابت. الطومات البنات كنصحكم ديرو بزاف ديال لاصوص الطومات، هي اللي كتزين هاد اللازان. غنزيد واحد شويه ديال ليزير دو بروفانس، ما عرفتوش البنات بالعربيه شنو هما. شويه ديال الزعتر، وغادي شويه ديالكم هذا العرق ديال الزعفران، وغادي نخلي هذا الشيء يتشحر ونرجع معكم من بعد. البنات راني زدت جوج ديال لا بيغي ديال الطوماط، درت جوج بحال هكا، جوج ديال 500 غرام، جوج بحال هكا. وغادي ندير شويه ديال البيرسيل، غير شويه، وغادي نغطي عليها ونخليها.
البنات هنا ملي وجدت هاد الموتزا لاصوص بيشاميل غنزيد عليها شويه ديال نواد موسكاد واحد شويه وغادي نحركها وها هي وجدات باش نصاوبوا اللازان ديالنا نطفي عليها وها هي وجدات انا ما درتش الملحه لحقاش الملحه ديجا الزبده اللي عندي كانت مالحه هذاك الشيء علاش ما درتش الملحه نتوما الا درتو الزبده عاديه تقدروا تزيدوا شويه الملحه نقطع هاد الموتزاريلا مورسو قطعت الموتزاريلا على هذا الشكل دابا غادي نجي باش نصاوب هذيك لازان غادي ناخذ واحد شويه ديال لاصوص طوماط ونديرها وغادي نتنحط ديال لاصوص بيشاميل ندير الفرماج موتزاريلا وندير شويه ديال الفرماج رابي ايمونتال و هاشم اللي عندكم غادي نعاود نعمل بشوز ندير لاصوص طوماط هنا غادي نزيد شويه ديال بيرسيل وغادي ندير بيشاميل
هذه هي الطبقة الأخرانية اللي غادي ندير دابا. الصوص اللي بقات عندي هنا غادي ندخلها للفرن وغادي نخليها واحد 45 دقيقة ولا 50 دقيقة على حساب، ومن بعد نخرجها ونوريكم النتيجة النهائية. ملي كنكملوا كاع الطبقات كتجي على هذا الشكل هذا. دابا غندير لها البابي الومنيوم وغادي ندخلها للفران واحد تقريبا 50 دقيقة على درجة حرارة 200 درجة. وغادي قبل ما غادي تكمل غادي نخرجها 5 دقائق، نحيد لها هاد الغطاء ونرجعها ديك 5 دقائق باش تحمر من الفوق.